تجدد الغارات العنيفة على ضاحية بيروت ومحيط المطار وبري يعلن عن تعهد ترامب خطيا لوقف الحرب في لبنان. قائد الحرس الثوري الإيراني يعلن إعادة بناء حزب الله بعد الضربات الأخيرة ويؤكد قدرة طهران على مواجهة التحديات. الكنيسة الإسرائيلية صادق على قانون إبعاد عائلات منفذي العمليات لعشرين عاماً ويقر سجن أطفال دون سن الرابعة عشر عاماً. اجتماع قريب بين ترامب وبايدن وحملة الرئيس المنتخب تعلن عمله على اختيار أعضاء إدارته. حياكم الله، وهذه نشرة إخبارية متجددة من الحدث. بعد استهداف محيطه ليلة أمس، أكد وزير الأشغال اللبناني أن مطار بيروت يعمل بشكل طبيعي. هنا أفاد مراسل الحدث بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات عنيفة على مناطق ضاحية بيروت الجنوبية الملاصقة لمطار رفيق الحريري في بيروت، ما تسبب بانفجار ضخم وحريق كبير. وجاءت الضربات بعد أن وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات تطالب سكان المناطق بالإخلاء، وتسببت الضربات بأضرار طفيفة. صالات المطار أو صالات المغادرة بالمطار جراء قوة الانفجار، كما تطايرت الشظايا وتناثرت على مدرج المطار دون أن تؤثر على حركة الملاحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية سبقت الضربات، ومن ضمنها نقل عدد من الطائرات إلى الجهة الجنوبية. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن مساء أمس غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت بعد هدوء دام لستة أيام، واستهدف حارة حريك وحي الأبيض والمعمورة وبرج البراجنة والليلكي والمريجنة، معلنا أنه هاجم مقار قيادة ومخازن تابعة لحزب الله هناك. أما في البقاع فشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية أكثر من 33 غارة استهدفت بلدات عدة، ما خلف 55 قتيلا وأكثر من 60 جريحا. هيدي الضربة أقرب ضربة هلا صارت قلب الضاحية. جينا من الوزاعي بس هددوا فدغري طلعنا بالسيارة وهربنا. هيدا شيء كتير صرنا تكرار كذا مرة، يعني طالعين من الضاحية وطالعين من بيوتنا، أوقات نطلع بالليل بنص الليل، أوقات نطلع ساعة بيعطوا إنذارات. الموت صار يعني حظ، يا بتموت يا بتضلك عايش. نحنا ناس يعني كل واحد بده يحمي ولاده، بده يحمي نفسه، بده يحمي عائلته، شو بيعمل بهالحالة؟ وبعدين ما في حدا نلجأ له، يعني لا دولة فينا نلجأ له ولا فينا نلجأ على الطريق، أوقات مننام بالسيارات. ومن مشارف الضاحية الجنوبية في بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث رنا دويهي، وأيضا من صيدا ينضم إلينا صيدا جنوب لبنان ينضم إلينا الصحفي محمد البابا. صباح الخير الزملاء الكرام. رينا أبدأ معك، كيف هو الوضع بعد غارات عنيفة ليلة الأمس على الضاحية الجنوبية؟ نعم صباح النور، دعيني أبدأ من الغارة التي طالت قبل قليل، استهدفت سيارة على طريق عرية الكحالي في قضاء علي باتجاه بيروت. يعني هذه الطريق الدولية التي تكررت عليها عمليات الاستهداف، كان هناك مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة بأكثر من صاروخ بطبيعة الحال. إحدى السيارات الأخرى كانت تضررت، ولكن صاروخ عاجل السيارة المستهدفة وأدى إلى احتراقها بالكامل. طبعا الجيش اللبناني حضر إلى المكان وفرض طوق
أمنيا وقطع السير باتجاه بيروت أيضا، وكذلك فرق الدفاع المدني. هي ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها سيارات على هذه الطريق الدولية، ما دفع أساسا بلدية عرية والكحال إلى بيان مندد يعني صدر فيما صدر يعني في الأيام الماضية والأسابيع الماضية استنكارا لاستخدام يعني الطرقات الدولية لنقل مسلحين أو أسلحة، وبالتالي تعريض الناس إلى الخطر. هذا يعني فيما يخص الغارة الإسرائيلية على السيارة في عرية قبل قليل. أما هنا على مشارف الضاحية الجنوبية حيث أقف فيستمر الهدوء الحذر، يعني كانت آخر الغارات التي طالت يعني الضاحية الجنوبية ومحيطها سجلت فجر هذا اليوم، أربع غارات نتحدث عنها، إحداها وصلت بعضها إلى يعني محيط مطار رفيق الحريري الدولي الذي أدى إلى تكسر بعض الزجاج وشظايا في المدرج، دون أن يعيق ذلك لا حركة الطيران ولا يؤثر على جدولة الرحلات ذهابا وإيابا من مطار رفيق الحريري الدولي. طبعا هذه الغارات كان سبقها تحذير إسرائيلي باستهداف برج البراجني والأزاعي وحارة حريك والحدث أيضا. أما ليل أمس فكان أيضا على موعد مع الغارات بعد هدنة عابرة لأيام قليلة، وذلك خلافا للأيام والأسابيع الماضية حيث كانت التحذيرات تطلق مساء. غارات الأمس على الضاحية الجنوبية جاءت في وقت بعد الظهر، وتزامنت أيضا مع كلمة كان يلقيها الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ويؤكد فيها على أن الميدان هو الفاصل في هذا الأمر. هنا كان هناك تحذيرات من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لحارة حريك والليلكي، بعدها كان هناك 8 غارات على هذه المناطق التي تشددت فيها الاستهدافات بطبيعة الحال كون هذه المناطق تتعرض دائما. المخالفة كان أن هناك يعني حالة من النزوح سجلت في وقتها، خاصة وأن الهدنة التي عاشتها الضاحية دفعت بالكثيرين للتوجه إليها في محاولة يعني التفقد ممتلكاتهم لإخراج ما يمكن إخراجه من بيوتهم، وبالتالي حالة من الهلع طالت الأهالي بعد ظهر أمس في محاولتهم سريعا الخروج من الضاحية، خاصة أيضا أن توقيت هذه الغارات جاء في بعض الظهر يعني في الوقت التي تنتهي فيها دوامات العمل، وبالتالي كانت هناك زحمة سير خانقة في الطرقات. غارات عنيفة إذا شهدتها الضاحية الجنوبية ليلة أمس وأيضا وصولا إلى محيط المطار مع فجر اليوم. أشكرك رينا. محمد، كيف هو الوضع من عندك؟ صباح الخير. هدوء يخيم على مناطق الجنوب بعد يوم، يعني أمس كان صاخبا في جنوب لبنان، الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على عدد كبير من البلدات الجنوبية، استهدف بالأمس بلدات لخيام، البازوري، انصار، الزريري، كفر ملكي، كفر حتى، النبطية الفوقة، مدينة النبطية عند أطراف سور، أيضا تبنين تم استهداف تلك البلدة بأكثر من غارة. ويعني كحصيلة ضحايا بالأمس بحسب يعني حصيلة رسمية بحسب وزارة الصحة اللبنانية 51 ضحية وأكثر من 227 جريحا في الغارات التي طالت الأراضي يعني اللبنانية بالأمس حتى 12 ليلا. وأيضا ولكن اللافت هي الاشتباكات العنيفة التي تجري بين منذ منتصف الليل حتى هذه اللحظة بين جنود الإسرائيليين ومقاتلي حزب الله في الوادي بين رميش ويارين بالقرب من ملعب يارين. تجري الاشتباكات بعد تقدم للقوات الإسرائيلية من إحدى المستوطنات، مستوطنة أفيف، باتجاه الأراضي اللبنانية، وتقدم القوات يعني كان مع اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي أيضا بالأمس نشر فيديو لتدمير حي سكني كامل في بلدة ميس الجبل، وهي ليست المرة الأولى التي تستخدم إسرائيل فيها أو الجيش الإسرائيلي هذه الاستراتيجية، وهي توغل القوات الراجلة إلى داخل البلدات التي تعتبر متاخمة للخط الأزرق والحدود بين لبنان وإسرائيل، تقوم بتفخيخ الأحياء بشكل كامل وتدميرها. وهذا يعني هذه العملية لها نقمة كبيرة من الشارع اللبناني الذي يعتبر أن إسرائيل بدأت تستخدم سياسة التدمير الشامل للبلدات المواجهة بين الحدود خاصة بالقرب من الخط الأزرق. أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي خرق بالأمس جدار الصوت ويعني غارات وهمية فوق البلدات الجنوب، أكثر من 21 غارة وهو رقم قياسي، عادة الغارات تكون مرتين أو ثلاثة مرات في النهار، ولكن بالأمس كان نشاط الغارات الوهمية فوق الجنوب من صيدا بالساحل الجنوبي باتجاه النقورة وصعودا باتجاه مرج عيون، النبطية وسهل لخيام. أيضا المسيرات لم تغادر حتى يعني في مدينة صيدا صباح الأمس
امس كان هناك مسيره تحلق على علو منخفض، وهي يعني من المرات القليله التي تحلق مسيرات فوق مدينه صيدا ومنطقتها. ولكن الان يعني صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظه هدوء حذر، يعني لم تكن هناك اي غارات في منطقه صيدا او الزهراني او حتى منطقه سور، ولكن عاده تبدا الغارات بعد الواحده ظهرا ويكون هناك نشاط للطيران الحربي الاسرائيلي. شكرا محمد، كنت معنا من صيدا محمد البابا، وايضا شكرا رينا دواهي، كنت معنا من مشارف الضاحيه الجنوبيه في بيروت، شكرا لكما. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان، وكان حزب الله أيضا قد أعلن أنه قصف قاعدة حيفا البحرية وكذلك قاعدة بيلو جنوب تل أبيب التي تستهدف للمرة الأولى برشقة صواريخ ومسيرات انتحارية. وأفاد مراسل الحدث بوقوع أضرار في محيط مطار بن غوريون الدولي بعد سقوط أحد الصواريخ. كما أعلن حزب الله أنه قصف مستوطنة كريات شمونة وتجمعا لجنود إسرائيليين عند أطراف بلدة مارون الراس في جنوب لبنان. هذا وقال حسين سلامي قائد الحرس الثوري أنه جرى إعادة بناء جماعة حزب الله اللبنانية رغم فقدانها العديد من قياداتها في هجمات إسرائيلية على لبنان منذ أسابيع. ونقلت وكالة تسنيم التابعة للحرس الثوري عن سلامي إن منطقة غرب آسيا تشهد تحولا سياسيا وأمنيا كبيرا، موضحا أن الأوضاع الإقليمية والمحلية تضع إيران في موقف مصيري وهام. هذا وقال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه لن يعلق على فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية قبل 4 سنوات، مضيفا أن ترامب حصل على حصة وازنة من أصوات اللبنانيين والعرب في ولاية ميشيغان بسبب سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في لبنان وغزة. وفيما يخص وعود ترامب، كشف بري أن ترامب وقع على تعهد خطي لوقف إطلاق النار في لبنان فور فوزه. أما عن آفاق المرحلة، أعلن بري أن الكلمة الآن للميدان، مشيرا إلى أن آموس هوكشتاين ربما سيعود للبنان في حال لمس موقفا إسرائيليا إيجابيا، لأنه تم التفاهم معه على ذلك. كما أثنى بري على احتضان اللبنانيين للنازحين من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية. بري رفض الخوض في النقاش الدائر حول مستقبل الشيعة في لبنان واعتبره خطابا طائفيا. وختم بري إن أهل الجنوب سيعودون إلى قراهم فور إعلان وقف النار. هذا وفي المقابل أفاد مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في حديث لإعلام اللبناني بأن ترامب سيفي بوعده بوقف الحرب في لبنان قريبا، مؤكدا أن ذلك سيكون ضمن اتفاق سلام شامل في المنطقة. وأشار بولس إلى أنه سيتولى مهام التفاوض مع الجانب اللبناني فيما سيعين ترامب مسؤولا ملما بالملف الإسرائيلي للتفاوض مع الإسرائيليين للوصول إلى اتفاق. ومن بيروت ينضم معنا الكاتب الصحفي حنا صالح. صباح الخير أستاذ حنا. هناك تصريحات من مستشار ترامب اللبناني قال أنه ترامب سيرسل موفدا إلى لبنان وهو من سيتفاوض مع اللبنانيين، هل نحن على أعتاب لوقف إطلاق النار؟ بداية أريد أن أشير إلى أن العمليات الإسرائيلية التدميرية اتخذت طابعا مخيفا. كيف؟ ومع فوز ترامب هناك تدمير واسع لمحيط مطار بيروت الدولي والأزاعي. هناك تدمير واسع لبعلبك الهرمل حيث سقط خلال الليل ليل أمس نحو 50 ضحية. حتى مساء الأمس كان قد أحصي هذا الرقم. هناك تدمير غير مسبوق للجنوب،
أكثر من 40 بلدة تم مسحها كلية عن الخريطة، هي البلدات المحازية للحدود مع إسرائيل. والدمار طال بلدات أعمق، وطال أيضا النبطي وسور، والتهجير يتواصل. هناك عمليات يقوم بها العدو بعمق تفوق 8 كيلومتر كما حدث بالنسبة لمدينة الخيام، وهي ليست محازية مباشرة للحدود. هذا الوضع يترك قلقا كبيرا في لبنان لدى اللبنانيين، لكنه لا يترك أي أثر لدى المتسلطين على اللبنانيين. طيب. نعيم قاسم يحدثنا عن الميدان، ونبيه بري يحدثنا عن الميدان، لا، لماذا لا يحدثنا نبيه بري عن التهجير القسري للبنانيين، عن دور السلطة بمنع أي، بعدم اتخاذ أي خطوة يمكن أن تحقن دماء اللبنانيين وتحمي اللبنانيين؟ إلى أي بلدات سيعود هؤلاء الناس حيث فقدوا البيت والأرض والذكريات والحكايات وكل شيء تم؟ طيب يا أستاذ حنا، أنت تتكلم وتتحدث أنه لماذا لم يتحدثون عن هذه الأمور، وربما هذه الأمور هي خارجة عن أيديهم في هذه المرحلة. السلطة اللبنانية كان بوسعها طيلة سنة، نبيه بري، نجيب مئاتي، أن يقبلوا أي عرض كان يمكن أن يجنب لبنان هذه الكارثة. طب. دأبوا أكثر من سنة يرددون تروهات حزب الله التي أعادها بالأمس. نعيم قاسم ونبيه بري، أما السؤال الذي تفضلت به عن مسعد بولس، مسعد بولس والد مايكل بولس صهر الرئيس ترامب. صحيح. مسعد بولس حاول أن يدخل في السياسة في العام 2018، ترشح عن الانتخابات اللبنانية عن دائرته قضاء الكورة شمال لبنان أو ما يعرف الأقضية المسيحية الأربعة، لكنه لم يكمل مشواره، وهو انسحب لصالح لائحة مرشح حزب الله للرئاسة أي سليمان فرنجي. قال يومها أن الأخ الصديق سليمان فرنجي ونجله توني بايك طلبا منه وقد انسحب. لا أظن أن هناك تعويل كثير على ما يتحدث به مايكل بولس الذي ربما لعب دورا ما حيال الأوساط اللبنانية والعربية الواسعة في الولايات المتحدة. المتحدرين من أصل لبناني بالولايات المتحدة كما يقول منذ فترة طويلة السيناتور السابق مايكل ميتشل أنهم ربما يصلون إلى نحو 3 ملايين متحدر. الجالية العربية الأكبر هي بالأساس لبنانية في الولايات المتحدة. وهنا السؤال أستاذ حنا، وهنا السؤال، تحدث أن الجالية الأكبر هي الجالية اللبنانية، ما هي أسباب نيل ترامب حصة وازنة من أصوات اللبنانيين؟ لأن كل اللبنانيين المتحدرين من أصل لبناني بين مزدوجين، ابنتي وتحمل الجنسية الأمريكية ومزوجة من أمريكا في لوس أنجلس، الجميع وقفوا ضد الإجرام الذي غطت به الولايات المتحدة ما يقوم به العدو الإسرائيلي في غزة وفي لبنان. في لبنان هناك تدمير للبنان، هذا الموقف جعل هذا الانقلاب الكبير عند الأصوات العربية. لكن الموضوع ليس رهان على شخص، الموضوع أنه يجب أن تقوم هناك في لبنان في عالمنا العربي تحولات تساعد على وقف النار. نحن في لبنان نعاني من مشكلة كبرى. طيب. المتسلطين، عفوا فقرة واحدة، فضل. المتسلطين منعوا الجيش القيام بدوره، واليوم يتهجمون على الجيش لأنه طلب تطويع جنود. في إعلام حزب الله أنه تلبية لطلب أميركي، والمؤسف أن أحد ضباط الجيش السابقين نائب في البرلمان جميل السيد يقول الآن أن الموضوع ليس تطويع عدد، الموضوع سلاح، وهو يعلم وكان المقرب من النظام السوري أنه منذ 30 سنة تم منع تسليح الجيش، وما من موازنة وضعت فلس. طيب. للجيش اللبناني لتسليحه، ثم يقولون الآن أستاذ ممنوع التجنيد، ممنوع التسليح، لبقاء البلد مستباح. أستاذ حنا، تحدثت عن نقطتين، وأنا هنا أريد أن أقسم سؤالي إلى زاويتين. الزاوية الأولى، تحدثنا عن التصعيد الإسرائيلي على الأرض، هل يقرأ هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم خصوصا في ظل تسلم ترامب للرئاسة خلال شهرين من اليوم أن التصعيد هذا سيزداد لتحسين شروط التفاوض؟ هذا السؤال الشق الأول. الشق الثاني،
تحدثت عن لبنان والعالم العربي يحتاج إلى حراك عربي لحل هذه الأزمة. بعد 3 أيام من اليوم، نحن اليوم تاريخ 7 من نوفمبر، بالـ11 من نوفمبر هناك قمة عربية إسلامية ستعقد في الرياض، دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذه القمة ستبحث فقط في ملف لبنان وملف غزة. هنا لدينا زاويتين، زاوية تصعيد سياسي وعسكري لتحسين التفاوض وزاوية سياسية. كيف ممكن أن تقرأ لنا هذه النقطة؟ بالنسبة للشق الأول من السؤال الذي تفضلت به، نتنياهو يعتبر أنه مطلق اليد الآن. يأوف غالانت قال بالأمس أن خطة نتنياهو حرب تستمر لعدة سنوات. لديه الآن 75 يوم حتى تسلم ترامب الرئاسة، حتى دخول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل. لذلك المتوقع من مجرم الحرب الإسرائيلي أن يوسع من عملياته، لأنه حدد أنه يريد خلق وقائع على الأرض تسمح لدولة إسرائيل بتغيير وجه المنطقة. في شمال غزة هناك مشروع لتهويد شمال غزة. ما يجري في الجنوب الآن أشبه بما فعلته إسرائيل في الجولان السوري في منطقة القنيطرة، عندما فرضت منطقة موت ممنوع الدخول إليها، ما يعني أن أعداد كبيرة من اللبنانيين ستبقى مهجرة ولن تتمكن من العودة. نعم هذا خطر كبير، وهذا ما كنت أشير إليه، أنه يجب أن يكون هناك حراك سياسي لبناني لمواجهة هذا الخطر والاستعانة بأصدقاء لبنان من أجل الوصول إلى فرض وقف النار. إنهم يرفضون القيام بدورهم وواجبهم الأخلاقي. بدون شك القمة العربية التي الإسلامية التي تستضيفها الرياض، والتي تأتي بعد الاجتماع البالغ الأهمية الذي شاركت فيه عشرات البلدان تحت عنوان حل الدولتين تسوية، الذي دعت إليه المملكة بعدما خاضت عمل دبلوماسي واسع لحماية حقوق الشعب الفلسطيني. هذه القمة بالغة الأهمية، المهم أن نستطيع أن نلاقيها كلبنانيين بحالات إيجابية على الأرض تستطيع هذه القمة تستند إليها كي تفرض وقف النار، والأساس كي تدرأ عن لبنان إمكانية عودة الاحتلال مجددا. وواقعيا يحاول العدو الإسرائيلي أن يحتل الأرض حتى من الجو بمنع الدخول إلى الجنوب. أستاذ حنا، دوما نسعد بوجودك معنا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح. شكرا، شكرا كثير. وفي النشرة أيضا مستمرة، بعد البرلمان رؤساء المحافظات العراقية يتبنون وصايا السيستاني 7 كخريطة طريق لاستقرار العراق. أكثر من 1.1 مليار شخص يعيش تحت خط الفقر. في أكثر من 110 دول حول العالم، حيث يعانون من نقص في التغذية والتعليم والصحة. ورغم تصاعد التحذيرات من مخاطر ازدياد الفقر واتساع فجوته، ما زال العالم مستمراً في أزماته التي تدفع الملايين إلى الفقر سنوياً. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً بأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك، كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقا في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع.
صادق الكنيسة الإسرائيلي على قانون إبعاد عائلة منفذي العمليات الأمنية لعشرين عاما إلى غزة أو أي مكان تسمح به الظروف. وفي التفاصيل، ينص القانون على ترحيل أفراد تلك العائلات إن كانوا على علم مسبق بخطة الإيذاء أو أعربوا عن تأييدهم لتلك العمليات. وفي حالة المواطن الإسرائيلي لا تقل صلاحية أمر الترحيل عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما. هذا وأقر الكنيسة أمرا طارئا لمدة 5 أعوام يسمح بمحاكمة وسجن أطفال ما دون سن 14 عاما. ومن رام الله ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب. صباح الخير سيد أنور. إجراءات إسرائيلية جديدة، الكنيسة الإسرائيلي به تقريبا أكثر من 80% من يوصفون باليمين المتطرفين، كيف تسمح هذه الإجراءات أو كيف بالإمكان أن نراها تتسع بالداخل الإسرائيلي وتقيد الفلسطينيين بالداخل وربما تهجرهم أيضا من الداخل؟ تحياتي لك يا أختي الكريمة ولكافة المشاهدين والمشاهدات. أعتقد أن الأمر مرتبط أساساً بقانون القومية الذي تم سنه عام 2018 والذي يؤسس لسياسة الفصل العنصري والأبرتايد. وهذه القوانين الكثيرة بالمناسبة، وهذا ليس القانون الأول، التي تستهدف المجتمع العربي في داخل أراضي 48، والهدف منها أولا دعينا نقول أن هذا ليس مستغرب. لماذا؟ لأنه هذه هي سياسة هذه الحكومة وهذا الائتلاف الذي يصرح جهارا نهارا وبوضوح ودون مواربة حول عمليات التهجير وتأكيد أو الدعوة إلى دولة يهودية نقية. وبالتالي وفي ظل تصاعد وتيرة أو تعاظم دور هذه الأحزاب اليمينية الدينية المتطرفة في الصياء وفي آليات اتخاذ القرار في هذه الحكومة وسطوتها وسيطرتها على الكثير من مفاصل المؤسسات والوزارات في دولة الاحتلال، سهل عليها أن تقدم هذه القوانين لسنها بهدف تأكيد لمسألة الفصل العنصري وسعيا للتضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين في 48 وتحديدا في مدينة القدس. وهذا القانون يأتي استكمالا لهذه السياسة ولهذا التوجه ولهذا النهج الذي تتبناه هذه الحكومة. وبالمناسبة قبل سن هذا القانون لطالما دعا رئيس جماعة القوى اليهودية بن كفير لترحيل عائلات منفذي العمليات. صحيح سيد أنور، هنا السؤال، عندما دعا بن كفير إلى ترحيل عائلات منفذي هذه العمليات، هناك من قرأها أنه هي ظاهرها عقاب بهذه الإجراءات وباطنها ترحيل وتغيير ديموغرافي أو ديموغرافي للأراضي. نعم صحيح، هذا هو الأساس. هم يستثمروا في هذا الأمر أو في أي قضية أو في أي مسألة من أجل استثماره في تكريس هذا التوجه وهذه السياسة، سياسة التهجير والطرد والعقاب والتضييق على السكان الفلسطينيين في 48. وهذا ديدنهم، وهذا أساسا هو فكر وتوجه هذه الجماعات التي ترى أو تسعى لما يسمى بدولة إسرائيل النقية، دولة إسرائيل التي فقط تضم العرق اليهودي. ومن هنا هم يحاولون باستمرار لاستغلال كل حدث أو كل ظاهرة من أجل تمرير مزيد من السياسات الإقصائية العقابية، تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين بهدف دفعهم للهجرة أو مغادرة البلاد أو إلى آخره. وبالمناسبة هناك قوانين أخرى تتزامن مع هذا القانون من أجل التضييق، بهدف التضييق على الفلسطينيين وفي 48. على سبيل المثال هناك
قانون الآن يسمح لوزير التربية والتعليم بمنع الموازنات عن المدارس. صحيح، هذا القانون صدر قبل يومين. صحيح، ويمنح مدير عام الوزارة قانون أو الحق بفصل أي معلم يرى أنه يتماثل مع الإرهاب بدون أي إجراءات. وبالتالي بالإضافة إلى هذا القانون الغاية في العنصرية والغاية في يعني الإرهاب دعيني أقول، وهي ملاحقة أطفال دون سن 14، وهذا بالمناسبة ليس مستغرب لأنه عمليا هناك مئات الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولكن أن يتم سن قانون بهذا الوضوح هذا يعني حالة من لا يمكن وصفها إلا أنها يعني عنجهية بمعنى الغطرسة وعدم الالتفات إلى أي أحد في هذا الكون. وأنا أعتقد أن هذه الحكومة لم تكن لتستمر بهذه الإجراءات وبسن مثل هذه القوانين العنصرية لولا هناك لا يوجد هناك ما يكبح جماحها، سواء على صعيد المجتمع الدولي أو حتى على صعيد الداخل الإسرائيلي. يعني هذا القرار تم بموافقة 61 عضو كنيست من أصل، هناك معارضة، ولكن عمليا هذا يؤكد كيف يسيطر هذا الائتلاف على الحياة التشريعية. طيب، والتنفيذية في دولة الاحتلال. أستاذ أنور، أنا وقتي انتهى، كنت أتمنى أن أناقش معك كيف بالإمكان مواجهة هذه القرارات بحراك ربما كما تحدث عربي أو عالمي، ولكن ربما في نشرات لاحقة. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من رام الله الكاتب والمحلل السياسي أنور رجب. هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات، وأعرب بايدن خلال اتصال هاتفي مع ترامب عن التزامه بضمان انتقال سلس للسلطة والعمل على توحيد البلاد. هذا وكشفت حملة ترامب أنه قبل دعوة بايدن لزيارة البيت الأبيض وأعرب عن تقديره للاتصال الذي تلقاه منه. وقالت حملة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن الأخير سيعمل خلال الأيام والأسابيع المقبلة على اختيار أعضاء إدارته، مضيفة أن ترامب يعمل على وضع سياسات تجعل أوضاع الأمريكيين مقبولة وآمنة. وأقرت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس بالهزيمة في الانتخابات وطالبت أنصارها بقبول النتيجة، كما أعلنت أنها تحدثت مع منافسها دونالد ترامب وهنأته بالفوز وأبلغته باستعدادها للمساعدة في عملية الانتقال السلمي للسلطة. النتيجة لم تأتي كما كنا نتمناها، لكن أنا فخورة جدا بالسباق الذي خضناه خلال 107 أيام من الحملة الانتخابية، ويجب أن نتقبل نتيجة الانتخابات. تحدثت مع الرئيس المنتخب ترامب وهنأته على فوزه، وأكدت له على مساعدتنا له وفريقه في المرحلة الانتقالية، وسوف نعمل على انتقال سلمي للسلطة. نحن مدينون بالولاء ليس لرئيس أو حزب ولكن للدستور. أقر بخسارة الانتخابات، لكنني لا أقر بخسارة معركة الحرية والعدالة وكرامة كافة الناس. سأواصل المعركة من أجل الحرية ومن أجل مستقبل أمريكا والأمريكيين. هذه المعركة لن أتخلى عنها ولن أستسلم، وسأواصل الكفاح من أجل مستقبل نساء أمريكا اللواتي من حقهن أن يتخذن القرار حول أجسادهن. لن أتخلى عن المعركة من أجل الحفاظ على مدارسنا وشوارعنا من عنف السلاح. لن أتخلى أبداً عن النضال من أجل الديمقراطية وسيادة القانون. ومن نيفادا تنضم إلينا موفدة الحدث ضحى الزهيري. صباح الخير ضحى، يعطيك ألف عافية. أولا العالم جميعه هنأ ترامب فاز، بدأت التصريحات تتوالى والمواقف الدولية تتوالى، ونيفادا حتى هذه اللحظة لم تعلن الأرقام أو الفوز، لماذا دوما تتأخر نيفادا في فرز هذه الأصوات؟
ملحوظة دقيقة للغاية مايس. فعلا نيفادا تتأخر دائما في الإعلان عن النتائج النهائية، وحتى الآن يتم فرز الأصوات. في 2020 تأخر الإعلان حتى 4 أيام بعد الانتخابات، وعلى ما يبدو سيتأخر أكثر هذه المرة. هذه المرة بسبب جيل زد على فكرة، واحد من الأسباب التي ستجعل النتائج سيتم الإعلان عنها يعني متأخرة، لأنه التوقيعات هنا أغلب الناس هنا يوقعون على لوحات رقمية، وبالتالي حينما يأتي التصويت الذي أرسل بالبريد، جيل زد توقيعه على هذه اللوحات الرقمية يختلف عن توقيعه بالورقة والقلم. والمشكلة الأكبر اللي عاملة للموظفين هنا في الفرز أن حتى حينما يتم إرسال رسائل نصية لهم لتنبيههم لا يردون على هذه الرسائل، وبالتالي يأخذون وقت أطول في التحري من هذه التوقيعات، وبالتالي فرز الأصوات بدقة. نيفادا تتحرى الدقة في فرز الأصوات كما باقي الولايات الأخرى، لكنها فعلا تتأخر. ترامب فاز بكل تأكيد لا شك، لكن الفوز هنا سيعني له الكثير، لأنه لم يفز هنا لا في الانتخابات الماضية حينما خسر الانتخابات أمام جو بايدن، ولا حتى حينما فاز أمام هيلاري كلينتون، خسر هنا. وفي المرة السابقة مع جو بايدن كان شكك في نتائج الانتخابات وقال إنها مزورة في نيفادا، وبالتالي النصر هنا سيعني له الكثير حتى لو لم يضف لرصيده من المجمع الانتخابي. تعلمين أنه هنا 6 أصوات في المجمع الانتخابي، صحيح. لكن بالفعل ترامب حصل على النسبة المطلوبة من الأصوات في المجمع الانتخابي، ويمكن أكثر من هذه الأصوات حتى. طيب ضحى، أكيد تحدثتي مع الناس هناك، عندما تحدثتي معهم ماذا قالوا لك؟ لماذا صوتوا لترامب وفاز بالتالي ترامب، ولماذا لم يصوتوا لهاريس وخسارة هاريس؟ ما هي مواقفهم؟ نيفادا وأريزونا أخذت الكثير من الجهد من المرشحين، سواء كاميلا هاريس أو دونالد ترامب، وكلاهما كان هنا في نيفادا وأيضا في أريزونا حيث أتابعها أيضا عن كسب. كان هنا في هذه الولاية وأعطوا الوعود الكبيرة، وربما أنا ظهرت حتى من يومين من أمام أكبر مبنى كروي في العالم اسمه The Sphere هنا في لاس فيغاس، والتي وضعت هاريس حملتها يعني دعاية لها، صورة كبيرة لها، يعني هي أرادت أن تعطي يعني صورة أكبر ربما على مبنى أكبر بكثير من مبنى ترامب، ووضعت تحتها هذه العبارة: حينما نحارب وحينما نقاتل نفوز. لكن لهذا لم يكن كافيا. ترامب جاء هنا بجمل سحرية وضعت يعني يده على جروح الأمريكيين هنا في نيفادا، حينما قال لهم كانت حالكم أفضل حينما أنا كنت رئيسا، وحينما وعدهم بخفض الضرائب وإلغاء الضرائب بشكل كامل على الإكراميات. هذه الأمور عززت من موقفه. وعلى فكرة أغلب الناس هنا، أغلب الناخبين الأمريكيين هم من أصول لاتينية، لكنه لم يكسب الأصوات الأمريكان من أصول لاتينية هنا فقط، كسب هذه الأصوات على مستوى الولايات، يعني الأقليات، الشارع صوت له من أجل غلاء المعيشة، من أجل التضخم، من أجل الأسعار المرتفعة، من أجل الضرائب المرتفعة، ويرون في ترامب البزنس مان، رجل الأعمال، الخلاص من هذا الوضع الاقتصادي المزري الذي كانوا يعيشونه ولا يزالون حتى اللحظة. أما بالنسبة لهاريس، لعبت على نفس الأمور التي كانت تخص الديمقراطيين، الإجهاض وغيره من الأمور اللي هي ليست جديدة بالنسبة للناخب الأمريكي. هو أراد تطمينات ووعود اقتصادية تتعلق بلقمة عيشه مباشرة. صحيح، مثل أي مواطن بجميع أنحاء العالم، لقمة العيش هي السبب الأساسي للرضا عن الرئيس. شكرا جزيلا لك ضحى، كنت معنا من نيفادا منفذة الحدث ضحى الزهيري، ويعطيك ألف عافية. إذن شخصيات رئيسية سيصطحبها الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث من المتوقع أن تشكل الإدارة الجديدة للعهد المقبل الملياردير إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي وصاحب منصة إكس وشركة تسلا. أنفق أكثر من 110 ملايين دولار من ثروته الشخصية لدفع الناخبين للتصويت لترامب، الذي قرر تكليفه بإجراء عملية تدقيق شاملة بالإدارة الأمريكية بغية إصلاحها إصلاحا جذريا. ماسك الذي لم يكشف النقاب بعد عن الدور المحدد
له بالضبط. نشر على حسابه عبر منصة إكس صورة مركبة له أو صورة مركبة له داخل البيت البيضاوي للبيت الأبيض. جاء جي ديفانس جندي سابق في عامه الأربعين، هو صاحب مؤلفات ناجحة ثارت نواب الرؤساء الأصغر سنا في تاريخ البلاد. أما روبرت كينيدي جونيور ابن شقيق الرئيس الراحل جون أف كينيدي، تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بإعطائه دورا وصفه بالمهم في مجال الصحة قائلا إنه سيعيد أو إنه سيعيد للولايات المتحدة عافيتها. هذا ويتم تداول اسم ريتشارد غرينل السفير الأمريكي السابق لدى ألمانيا لمنصب وزير الخارجية أو مستشار الأمن القومي. وقد أيضا تتبوأ سوزي ويلز التي تولت تنظيم حملة ترامب الانتخابية منصب رئاسة مكتب الرئيس. ولم يتطرق دونالد ترامب إلى الدور الذي سيناط بعائلته التي كانت دوما ودائما أيضا الحضور في ولايته الانتخابية الأولى، لا سيما فيما يتعلق بابنته إيفانكا التي كانت مستشارته في ولايته الأولى. رياح معاكسة أوقفت مدى الديمقراطيين لتسجل الانتخابات الحالية ثاني خسارة مدوية لهم خلال 8 أعوام وبسيدتين. الرياح نفسها رمت بدونالد ترامب داخل البيت الأبيض مرة جديدة بيد يحمل قاعدة شعبية متينة وبأخرى كونغرس مصبوغا بالأحمر في غرفتيه. هذه العودة تغلبت على نتائج استطلاعات وملاحقات قضائية ومزالق أخرى استمرت عامين، شريانها الأساسي إحباط الأمريكيين وغضبهم من إدارة بايدن. هذا الغضب المقرون باستياء عميق إزاء الاقتصاد والموارد المالية زرع في الأمريكيين رغبة بالتغيير. ميزان العوامل المساعدة في صعود أرقام ترامب رجح كفته تلاشي سياسات الهوية والاستقطاب على أساس العرق، فالانتخابات الحالية شهدت تحولاً ملحوظاً للناخبين اللاتينيين إلى صف الحزب الجمهوري ليبلغ الفارق أكثر من 10 نقاط مئوية. الدفعة نفسها تلقاها من أصوات العرب في ولايات مثل ميتشيغان، فأمال هؤلاء معلقة على إطفاء نيران الحروب في المنطقة. جاذبية ترامب لعبت دورها أيضاً بين الأمريكيين الأقل ارتباطاً بالسياسة والانتخابات وغير الحاملين للشهادات، فيما قاعدته شديدة الولاء كانت عكازه الوفي خلال محاربة ما يعكف على وصفه بمطاردة الساحرات، أي ملاحقته سياسياً وإعلامياً وقضائياً. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. عوم السفينة الجمهورية لم يكن ممكنا دون غرق منافسته، حمل هارس ثقيل من إدارة بايدن، فيما تركيزها على قضية الإجهاض لم يثبت فعاليته في حشد النساء حولها. وإن لم تكن بايدن أو لا تشبهه بسياستها، فهي بالتأكيد ليست ترامب ولا تملك وصفته الناجحة وفق الشارع الأمريكي. هذا واعتبرت إيران أن فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية يشكل فرصة للولايات المتحدة لمراجعة التوجهات غير الصائبة السابقة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات نقلتها وكالة إيرنا للأنباء إن بلاده لديها تجارب مريرة للغاية مع السياسات والتوجهات السابقة للإدارات الأمريكية المختلفة، موضحا أن فوز ترامب يمثل فرصة لمراجعة وإعادة النظر في التوجهات غير الصائبة السابقة لواشنطن. هذا كله على حد قوله. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب المختص في الشأن الأمريكي أميل أمين. صباح الخير سيد أميل. اليوم أمام ترامب تحدي وإثبات ربما أنه مختلف عن ترامب السابق. هنا أتحدث عن السياسة الخارجية في ملف إخماد الحروق، هل سيغير ترامب شيء أم أن ترامب هو ترامب؟ صباح الخيرات الزميلة مي. سؤال مهم. تقديرنا أن الوقت مبكر بعض الشيء، وإن كان خطاب النصر
ألمح فيه ملامح تهدئة، ملامح تسامحية تصالحية، لكن الأمر أيضا يتطلب المزيد من الوقت لنحكم هل لديه رؤى للثأر من الأعوام الماضية. هو حتى الساعة لا يزال يعتقد في يقينه بأن انتخابات 2020 سرقت منه، بأن مطاردة الساحرات كما جاء في تقريركم أرهقته نفسيا وماليا، ومع ذلك ربما كان لها أثر إيجابي على حملته. يعني هذا الفوز الساحق الكاسح أكثر من 300 صوت، يمكن 312 صوت حتى الساعة في المجمع الانتخابي، لم يحصل عليها أي رئيس سابق منذ بيل كلينتون 96، الولاية الثانية لبيل كلينتون. يعني هناك شيء ما في الداخل الأمريكي. ما هو هذا الشيء؟ استطاع ماذا يملك ترامب ما لا يملكه غيره؟ جميل، واضح جدا أن ترامب استطاع أن يعزف على الأوتار الساخنة الملتهبة لدى الوعي الأمريكي. الأمريكيون ربما ضجوا من فكرة الليبرالية المنفلتة لباراك أوباما وأتباعه طبعا جو بايدن وكمال هاريس، من الإباحية، من المثلية، من الشذوذ، من التفلت الأسري، من الانفكاك المجتمعي. هذه كلها تراكمت وانفجرت مرة واحدة. الأمر الآخر المهم أن كبار الاستراتيجيين في الحزب الجمهوري عرفوا جيدا أن الحل الوحيد لقطع الطريق على تزوير الديمقراطيين هو الحشد الكاسح، هو العشرات والمئات والألاف في اللجان الانتخابية لمنع حدوث التزوير، وقد نجحوا بالفعل في استراتيجيتهم. على العكس كمالا هاريس أخفقت في أنها لم تستطع أن تخرج من الجلد أو الإطار الذي وضعت فيه في إدارة بايدن. كمان مسألة عرقية غاية في الأهمية، لم أكن متخيل بالمرة أن الواسب الوايت أنجلو ساكسون، الرؤساء الديمقراطيين البيض، ستسمح الغالبية العظمى التي تشعر بالخوف من الشتاء الديموغرافي المحدق بالأبيض، رجل الأبيض في أمريكا، بدخول كمال هاريس إلى البيت الأبيض. طيب. ليست عنصرية، ولكن بشكل أو بآخر مخاوف إثنية وعرقية. طيب أستاذ إيميل، أنا أحاول أستفيد من الوقت معك كثر ما أقدر. اليوم ترامب أو إدارة ترامب تحدثت عن من سيخدم في الإدارة الجديدة. هنا لن أتحدث عن المناصب السيادية، سأتحدث معك عن المستشارين. من سيكون في هذه المرحلة مستعد للخدمة مع ترامب، خصوصا وأن ترامب دوما متهم أنه لا يستمع لنصائح مستشاريه ويعمل ما يملي عليه رأسه؟ نعم، لا، هذه المرة من متناقضات القدر أنه ربما الذي سيلعب في عقل ترامب هو الفتى المعجزة إيلون ماسك. وجهوا الأنظار لماسك، ما الذي سيفعله ماسك؟ هي موجهة له من غير أن وجهها سيد ماسك إيميل. سيكون عفوا، هي موجهة له الأنظار من غير أن نوجهها لإيلون ماسك. بالتأكيد، لأن ماسك حول ذاته 180 درجة. من لحد 2002 هو كان ضد دونالد ترامب. صحيح. وقال لن يتبرع بسنت واحد ثم يصرف الملايين بهذا الشكل. الآن حديث عن أنه سيعيد ترتيب الحكومة الأمريكية، مراقب لأعمال الحكومة الأمريكية، كل يوم تصريح مختلف. لكن من الواضح أن ماسك لديه أجندته الخاصة. نقول ربما الرجل يحلم بأنه يكون الرئيس الأمريكي القادم، بس لديه إشكالية أنه غير مولود في أمريكا. هل سيغير الدستور بدقيقة من أجل إذا ماسك؟ سمحت. كل بدقيقة. شيء وارد في الولايات المتحدة. بدقيقة إذا سمحت. ترامب استعاد البيت الأبيض، هل سيعيد ترامب الأمن للمنطقة عبر سياسته الخارجية؟ بدقيقة إذا سمحت. أنا أظن نعم، أنه الرجل القوي دونالد ترامب قادر على يعني تنظيم الخيوط وضبط الخطوط بين الأصدقاء والأعداء وبينهما الأعدقاء، ولديه أوراق ولديه تجارب ناجحة في المنطقة من قبل. نعم، هناك حالة من التفاؤل
بأنه يمكن أن يغير منظر المنطقة الشرق الأوسط، إذا كنت تقصدين الزميلة مي بالتحديد. صحيح صحيح، أنا أشكرك وأكرر ميس وليس مي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من القاهرة الكاتب والمختص في الشأن الأمريكي إيميل أمين، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى العراق، حيث شدد رؤساء مجالس المحافظات العراقية على ضرورة تسريع إنجاز تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم داعين إلى تبني توصيات المرجع العراقي علي السيستاني التي صدرت عنه عند لقائه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، في واعتبارها هنا خارطة الطريق ومن أبرزها التصدي للفساد وحصر السلاح بيد الدولة. رؤساء مجالس المحافظات العراقية وفي بيان لهم عقب مؤتمرهم الثاني قالوا بضرورة توحيد الرؤى للعمل مع مجلس النواب والحكومة المركزية سبيلا لإيجاد حلول جذرية تخدم مصلحة البلاد. وفي هذا الإطار دعوا مجلس النواب والحكومة المركزية لدعم موازنات المحافظات لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة والضرورية للمواطنين. من جهتها أكدت السلطات العراقية أن أراضيها لن تستخدم لتنفيذ هجمات أو ردود في ظل التوتر الذي تشهده المنطقة. وجاء في بيان للمجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي بأن ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقا لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات ما هي إلا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبررا للاعتداء على العراقي وسيادته وأيضا حرمة أراضيه. وبعد لقائه أمين عام الجامعة العربية في القاهرة أكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف أن الحرب في بلاده ستنتهي بفوز الجيش وذلك خلال شهرين أو ثلاثة، كما أعرب عن تطلعه لتعزيز العلاقات مع واشنطن بعد فوز ترامب مطالبا إياها بالوقوف مع سيادة الدولة ومواجهة الميليشيات. إذن تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، كما يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الحدث.net. كنت معكم ميس الحربي، في أمان الله.